حبيبي بطانة. الفكرة الأساسية لهذه المبادرة أنه إحنا نخلي الملابس الشتوية بالأعمدة والأشجار حتى أنه الناس تستفيد من عندها وبالأخص أنه أصحاب العمل. فجت هذه الفكرة حتى ننمي روح المبادرة للناس ومساعدة الآخرين، وبنفس الوقت إحنا نفيد الناس العمال المارة الأشخاص اللي موجودين بالشارع يستفادون من هذه الشركة بالأخص بارتفاع يعني بانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء. حتى بدون الاشخاص اللي ما يتواصلون ويانا، بمجرد انهم يشوفون هذه المبادره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بداوا انه ينفذون هذه المبادره من ذاتهم بدون ما احد يقولهم، وهذه رسالتنا اللي احنا نريد نحققها.